اليوم نحكيه على الانتخابات الرئاسية التونسية وعلى التطورات الجديدة، ونحكيه على المترشحين والأخبار نتاعهم. قيس سعيد في الشارع، الحملات نتاعه انطلقت، المغزاوي من الشمال إلى الجنوب، والعياشي زمال مقيم في المرنقية، والأطراف اللي ممثلة ليه قانونيا قاعدين يشتغلوا، وتطورات كبيرة خاصة تخص المغزاوي، لبعض الأطراف اللي كانت معه انفصلت عليه، وأطراف أخرى كانت مع المرزوقي و 24 إجويليا أصبحت معه. كاميرا نتاعنا خرجت وقامت ببعض الحوارات. تفضل سيد المخرج. أيام فقط تفصيلنا على الانتخابات الرئاسية، والبجانبي النائب أحمد السعيدين الذي يثير الجدل. نعم يثير الجدل، يعتذر من التونسيين على تزكيته لزهير المغزاوي كي يترشح لرئاسة الجمهورية، وهو ما أثار استغراب المتابعين خاصة للمترشحين الثلاث، زهير المغزاوي، العياشي زمال، وقيس سعيد. ماذا حدث لتعتذر على تزكية المترشح زهير المغزاوي؟ شكرا محمد. هو للتصحيح وبأكثر دقة، لم أعتذر لعموم التونسيين، وإنما هو اعتذار لجمهور الناخبين في دار الانتخابية للانتخابات التشريعية ماتر أوتيك، لأني مؤتمن على أصوات هؤلاء الناخبين، وكنت قد اجتهدت في أن أقوم بتزكية المرشح زهير المغزاوي للانتخابات الرئاسية، وكان عندي تصور من منطلق وأنه يجب أن نصحح المسار من داخل نفس المسار. إذا كان التونسيين اليوم في عمومهم يؤمنون بمسار 25 جويلية ويؤمنون بوجود بعض الهنات، ربما كان من الحلول القادرة على تجاوز الاختناق في المستوى الاقتصادي الاجتماعي وحتى في مستوى الارتباك السياسي أن نقوم بتصحيح المسار من داخله. عندما نطرح شعار لا عودة إلى الوراء ولا رجوع للوراء، هذا الشعار حينما يفكك أنه من الممكن استجلاب وحلول البدائل من داخل المسار نفسه. ونعتقد أن زهير المغزاوي في لحظة من اللحظات كان هو من الشركاء في صناعة 25 جويلية، في الاقتناع ب 25 جويلية، في الإيمان ب 25 جويلية، وفي المراكمة على 25 جويلية، ولذلك كان التوجه نحو تزكية الأخ زهير المغزاوي. سمحني، خليني نوضح الأمور. معناتها أنت الأول أو من الأوائل اللي اقترحت زهير المغزاوي وزكيت زهير المغزاوي، كان هنالك اتفاق على ماذا؟ على مواصلة مسار 25 جويلية أو الرجوع ل 24 جويلية للنهضة وشركائها وحلفها السياسي، أو ماذا بالضبط؟ خلينا نفهم العملية كيف انطلقت. لا، هو ما كانش اتفاق، ما كانش اتفاق. كانت العملية أنه الشعب التونسي الكل يعرف أنه زهير المغزاوي رجل وطني، ويعرف أنه حركة الشعب من الناس التي آمنت ب 25 جويلية، ومن الناس التي صنعت 25 جويلية. هنا باش نحل قوسين في السياسة، أنه 25 جويلية لا يمكن اختزاله في شخص قيس سعيد، ثم مررنا بعد ذلك كارثة أكبر وهو اختزال الدولة في شخص قيس سعيد. هذا اللي كنا نحن نعتبره أنه خطأ. زهير المغزاوي عبر 25 جويلية، ولكن ربما اجتهادات خاطئة لبعض المحيطين به اليوم خلاته للأسف لا يعبر إلا عن 24 جويلية. تطورات كبيرة في حملة زهير المغزاوي، ومحمد عبو يلتحق بالحملة متاعه مقابل عديد الأصوات أو الشخصيات من حركة الشعب تعلن تزكيتها ومساندتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد. ونعطيكم أمثلة: عبد السلام بو عايشة، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب وهو سفير أيضا سابق، يدعم رئيس الجمهورية قيس سعيد، وكيف كيف النائب بدر الدين الجمودي وعديد الشخصيات الأخرى. لليوم أعلنت صراحة أنه التحاق بعض الوجوه أو انزلاق زهير المغزاوي نحو 24 جويلية خلاهم بطبيعة الحال يعنوا مقاطعتهم للحملة متاعهم ومساندة مسار 25 جويلية. نبدأ بك انت سي يوسف طرشون، وانت عضو في مجلس النواب، وبطبيعة
قريب من الأطراف هذه الكل، ولو أني عندي رسالة نصية من عبد السلام بوعاشة قريب لهم في المجلس وفي الكواليس وفي الأمور معناتها وصديق مقرب. صار شنو فما؟ شوف أنا أدعي أني أقرب إنسان لأحمد سعيدان، والناس كل تعرف معناه هذا، وأنا واكبت الأيام الأولى متاع مسألة الاختيار متاع المرشحين إلى آخره، وكنا كنا معناها نتحاور بشأن المسألة هذه والاختيار هذه. أنا كتبت تدوينة مرة المرات، قلت عندما تكون الإحداثيات الروبير 25 جويلية، إما أنك تكون رجعي، رجعي فيزافي 25 جويلية، ولا تكون إصلاحي، ولا تكون راديكالي. أنا في شخصي اخترت أن أكون راديكالي. ثم ثلاثة مرشحين، مرشح يعتبر نفسه معبر عن 25 جويلية ولكن يحب يصلح، باعتبار عنده مآخذ على الأداء الحكومي والأداء معناه في هذه السنوات تاع معناه الرئيس قيس سعيد ومن عينهم قيس سعيد، ويرى روحه بديل باش يصلح، وهو يتكلم باعتبار أنه يعبر على 25 جويلية حبي صالح، سميته إصلاح يعني توصيف. فما مرشح رجعي هو صوت 24 جويلية بكل وضوح، وهذا رجعي مش بالمعنى الأخلاقي والقيمي، لا معناه ما قبل وراء الأحداثيات اللي أنا حطيتها اللي هي 25 جويلية. وفما مرشح آخر راديكالي القطع مع 25 مع ما قبل 25 جويلية. ديما المشكلة في الإصلاحي هي حتى في التاريخ متى الأحزاب والتاريخ متى التيارات السياسية، لأنه وقت اللي تتأمل في التحليل وفي مثلا في المداخلات اللي قام بها معناها المرشح حركة الشعب زهير المغزاوي، نلقاو وهذا اللي خلى أحمد سعيداني كنائب يراجع نفسه، لأنه في الخطاب اللي 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 تقدم به معناها الخطاب الأولاني كان حاجة، ولكن فما لحظة ولت المواجهة فرونتال مع قيس سعيد، ولا فما نوع من ضمنيا فما مغازلة للريزيروار الإلكتورال للخزان الانتخابي نتاع القوى الأخرى. معناتها زهير المغزاوي غازل في أنصار حركة النهضة. أنا تحط على لا لا يا سمعني احنا رانا لهنا. لا لا يا 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 سيدنا احنا لهنا راهو ديريكت معناتها ما فماش. أنا زهير صديقي، أنا مقبلك كذلك كنت مسالس معناتها في, 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 في إذاعة أخرى وهو خرج وأنا دخلت. باهي احنا نحكيو ديريكت. هو صديقي، ولكن شوف احنا نحلوا في السياسة ونخموا على مصلحة بلادنا. المسألة مسألة سياسية، وهذا مصير بلاد، واختياراتنا ما يلزمش تكون اعتباطية. أنا واحد من الناس الكتلة اللي كنت موجود فيها واللي أنا كنت رأستها عندما أسست، فيها نواب حركة شعب وفيها النواب اللي زكاوا معناها المرشح زهير المغزاوي. باه باه، ولكن أنا رفضت رفضا قطعيا. علاش بالنسبة لي أنا؟ لأنه اللحظة هذه هي لحظة إنجاح هذا المسار. تقول لي فما مآخذ على الأداء الحكومي، المآخذ على فهمني الإنجازات، على ما فماش استراتيجيات واضحة على كذا، إذا نقولوا فيه كل يوم وقت اللي يجيونا الوزراء ونناقشوهم وننقدوهم. ولكن أنا مع قيس سعيد، لأنه بالنسبة لي التناقض الرئيسي اليوم اللحظة مختلف، مناش في وضع طبيعي، فما تناقض رئيسي لازم تحسم. وعطى قيس سعيد نهار 25 جويلية الدليل على أنه منخرط في هذا، كان ينجم هو يمشي الناس هذوما اصحاب معناها الفاسدين هذوما وحركه النهضه ولا الجماعه هذه فهمتني نتاع الاخوان المسلمين هذوما يجي يقعد معاهم ويقسم معاهم الغنيمه ويرضى عليهم ويولي لبس عليهم. لا، خذا قرار وهذا عملي باش حتى واحد ما يشكك، باش يقول هذا فاسد ولا هذا معناها طماع ولا كذا، دخل معاهم في مواجهه مباشره. والى اليوم احنا نعرفوا الوضع اللي فيه البيت. انا هذاش معناه راديكالي خويا محمد، انا راديكالي في علاقه ب 25 جويلية. لازم اهداف 25 جويلية تحقق. ثلاثه شعارات اللي رفعهم الرئيس لازم يتجسدوا: السياده الوطنيه، العداله الاجتماعيه، ومحاربه الفساد والفاسدين قولا وفعلا. فما ملفات نتاع فساد، سامحني اخوي محمد خليني نكمل، فما ملفات نتاع فساد ما تجرى حتى واحد يفتح، بما في ذلك هذا الذي اعلن تو عنده نارين ولا كذا انه مساند لي وقت اللي اعطاه وزارة المتعلقة بمكافحة الفساد. تحكي على محمد عبد. ايش عمل؟ يذكر اسمه. ما استقال محمد عبد. وقت اللي اعطاه الوزارة هذه، شبيه ما يحلش ملفات الفساد. جات ناس عندها من الشجاعة والجرأة انها تحل الملفات هذه. وحلوها الملفات هذه.
وتحلت الملفات هذه ستحل وبلا استثناء زاد وما استثناوا حتى اسم فما اسماء كانت الناس تخاف تذكرها حتى في الشارع وفي المقاهي لأول مرة في تاريخ البلاد هذه تتحل ملفات الفساد بصدق وبوضوح تام به فما لا. حاجة ما يعرفوش دقيقة بركة خنكمل عليها باش نفسرش معناها راديكالي معناها أنا بالنسبة لي الشخص هذا ما نجم نكون إلا معاه اليوم علاش نكون معاه على خاطر حسم التناقض الرئيسي رغم اللي أنا وانت تعرفك يا محمد أني عندي أكثر من مأخذ على المسار هذا وقلناه وقت اللي الوزراء تجي ونقيموا أدائهم إلى آخره والتعيينات وإلى آخره وحتى في علاقة بالمقترحات القوانين أنت تعرف لي أنا مثلا بالنسبة لي من أول النواب اللي تكلموا على المرسوم 54 أول واحد من 3 فبراير عملت مداخلة بحضور وزير الدفاع وأنا ضد المرسوم 54 لأني نعتبره أساء للمسار وأساء للرئيس أكثر إنسان ضرر منه هو المسار انتخب صلاح جبيلية هو رئيس الجمهورية ولابد أن يراجع هذا المرسوم وأنا في البيان الانتخابي اللي قدمته للناس وقت اللي ترشحت محمد حاطت النقطة السادسة مراجعة الدستور في اتجاه التوازن بين السلطات ايش معناه؟ احنا مناش إماعات ولكن مسألة الحريات ومسائل هذه بالنسبة لي أنا أمام المعركة الحقيقية مع لوبيات الفساد ومع الإخوانجية لازم تتحسم وأنا مراهن على أنه الشخص هذا صادق في أنه يمشي في حسم هذه المعركة إلى النهاية هذاك علاش اخترت الشخص هذا وقت نلقى أنا مرشح آخر يغازل معناها كذا بطريقة مباشرة وغير مباشرة وقت تقول أنت لبارة 25 جولة توانسة و 24 جولة توانسة معناها شنو في منها سياسية بطبيعة هي كلها توانسة ولكن توانس فيها الفساد سامحني أنا سامحني أنا بس نطرح عليك السؤال لا أنا بس نطرح عليك السؤال واضح ونحبك تجاوبني بوضوح اليوم فما شكون يقول لك زهير المغزاوي سقط في مطب الاستفاف مع منظومة 24 جويلية وعشرية الخراب بوعي منه أو سقوطا في الاستدراج الانتخابي الكلام هذايا فسره لي صحيح ولا غلط أنا من وجهة نظري هذاك علاش أنا اعتبرت أنه كي نقول أنا إصلاحي شمعناه معناها ينجم ياخذ شويه من هنا وشويه من غادي واثنين الحسابات الانتخابيه وقت انت تترشح الانتخابات راه انتخابات رئاسيه مش لعب باهي مو عندك ريزيرفوار انت عندك خزان انتخابي باش تواجه له هكا ولا شنو هو الخزان الانتخابي اللي باش يخول المرشح كيما زهير المغزاوي انه معناها يوصل للرئاسه هل حجم حركه الشعب مثلا الحركه نتاعو اللي جزء كبير منها وقيادات مش نابورت كي نقول انا بدر الدين القمودي ونقول عبد السلام الحمروني كيف نائب معنا في البرلمان وكذا هذوما زكاوا الخصم مش قاعدوا محايدين رد بالك ها فما فرق بين يجي يقول هو مش مشكل بالنسبه لي انا نبقى محايد ما نحبش يعني من حركه الشعب زكاوا قيس سعيد يصير فما تدويناتهم واضحه وانا حكيت معاهم وكل شيء اختاروا معنا زكاوا قيس مش ما عملوش تزكيه رسميه ولكن هبطوا تدوينه قالوا نحن مع قيس سعيد هذه موجوده به حركه الشعب تقسمت مع قيس سعيد ومع زهير المغزاوي لكن فما اطراف داخل حركه الشعب ومعتها الرسائل نتاعهم قدامي فما شكون يقول لك معناتها ولي كنت سؤال يا معز القرار اللي خذاه زهير المغزاوي بالترشح ضد قيس سعيد خلى الحركه نتاعهم في نفس الدرجة مع بقية الأحزاب السياسية وهذا قرار غير صائب ويضر برشا حركة الشعب والمستقبل نتاعها هو ما قلنا منذ البدايات في حصص سابقة أنه يجب أن يكون هنالك منافسون يتنافسون على الرئاسة ومن حق زهير المغزاوي أو غيره أن يترشح لمنافسة قيس سعيد وإلا ما الحاجة إلى إجراء انتخابات يعني السؤال اللي نتحدث عليه هنا المشكل مش هنالك تنازع داخل حركة الشعب في خصوص ربما اختيار شخصية زهير المغزاوي هل تدعم أو لا تدعم هنالك اختلافات داخل الحركة وأبناء هذه الحركة السياسية هم الأقدر على تفسير هذه النزاعات رغم أننا ونحن نرصد أسباب خروج مثلا بدر الدين القمودي أو أحمد السعيداني أو غيرهم بما يثبت أن هنالك نقاط اختلاف عميقة وقت اللي نحكي على زهير المغزاوي وهو يتجهز الانتخابات ويقوم بمغازلة المعارضة السياسية والخزان الانتخابي هذا من حقه لكن ستكون لها كلفة والكلفة ما هي؟ هي خروج وتمرد بعض القيادات الوازنة خاصة بدر الدين القمودي لا ننسى أن بدر الدين القمودي رأى ترأس لجنة مكافحة الفساد في الدورة الانتخابية السابقة وكان النجم الساطع
لحركة الشعب شئنا ما بينه. طبعا ولا هو وزن، ولا هو وزن أخلاقي، ولا هو وزن لدى عموم الناس الذين يشاهدون واللي واكبوا مرحلة متاع 2019 حتى 2021. والجميع يعلم أن حركة الشعب ربما استفادت جدا من سطوع نجم بدر الدين القمودي ورسم تلك الصورة لرجل السياسة التقي والنقي. وخلوك لما ذا ربما خسرت حركة الشعب الكثير الكثير، خاصة زهير المغزاوي بخروج بدر الدين القمودي، رغم أن زهير المغزاوي يقدم تبريرات واهية عن أسباب خروج بدر الدين القمودي. أنا من أصدقاء بدر الدين القمودي، معناها ربما أختلف معه في البيان اللي كتبه في مسألة أنه يعلن مثلا مبكرا جدا أنه يساند الرئيس قيس سعيد. عليش هذا أضر، هذا أضر مش قلك عليش في المسألة الحزبية. لا 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 سمحني، في المسألة الحزبية سمحني دقيقة معز حب ست فرانات. أنا نخرج ونقول أساند قيس سعيد حق ولا مش حق؟ أنا قراءتي المشهد تسمحني. هما توا اليوم اليوم فما هجمة شرسة من يرفعون صور راشد الغموشي الغنوشي على بروفايلاتهم، وإلا يرفعون صور العياشي زمان، وإلا يحطوا في الصور نتاع عماد الدايمي وإلا الزنيدي، وهما فرحانين معتها باش يكونوا صوت لهؤلاء ويهاجموا كل من واحد يحط صوت قيس سعيد. انت حر في اختياراتك وانا حر، بدر الدين القمودي حر باش يقول انا مع قيس سعيد، شو مشكل؟ بعض قيادات حركة الشعب لا تريد ان تبحث عن الاسباب التي ادت الى هذا التصدع، ومشاو يبحثوا عن اسباب اخرى، خاصة بعض القيادات التي شغلت مناصب حساسة في مؤسسات دستورية او في بعض الوزارات وتورطت. نقولوا لك لماذا هنالك حالة غضب من سياسات مكافحة الفساد، وهنالك خوف من مكافحة الفساد، وهذا الذي أدى بهم إلى تصادم في جزء منه مع بدر الدين القمودي. تحدث على أشخاص معينين، ما نحكيش على زهير المغزاوي. وهذا التيار داخل حركة الشعب هو الذي يدفع شيئا فشيئا زهير المغزاوي في اتجاه ما تتحدث أنت عليه النائب المحترم. لا هو يا معز هنالك خلافات كبرى حول بعض الشخصيات الذين تتعلق بهم شبهة فساد وتهرب ضريبي، أيضا بعض الأطراف اللي كانت مع سهام بن سدرين واستفادوا من هدايا وعطايا وأيضا بقرارات فيها محاباة، والناس هذوما خايفين لا يتحاسبوا. علاش احنا ما نتكلموش؟ يكلموا انت. لا علاش انا كمناشط برنامج ماكش محايد؟ علاش خرقت مبدا الحياد؟ مشيت في اتجاه انك تكشف بعض الاوراق التي قد تضر بالمترشح الانتخابات اللي هو زهير المغزاوي اللي نقولوا لك. لا انا مش نحكي على زهير المغزاوي شخص محترم. حكيت هربت. لا لا انا نحكي على بعض الشخصيات الموجوده، وسامحني سامحوني اليمين هربت عليكم شوي. أستاذ ترشون هنكملوا الكلام دي. لا لا سامحني. يا أستاذ أنا اليوم كي نتكلم نقول راهو بعض الأطراف تهاجم وتلفق وتقول كلام غير صحيح لتغالة الشعب، لأنها تخفي وراءها ملفات تاع فساد كبيرة وخايفين لا يتحل عليهم الدوسي، دونك هما يسبقوا من توا. صحيح الكلام هذا ولا غلط؟ هو شوف انه تكون فما ملفات في علاقه باشخاص معينين هاني مانيش باش نسميهم. لا لا تفضل. انا ما نسمحش نفسي لاني مانيش مطلع على المساله هذه، ما نجمش نقول راه فما ملفات فساد او ما فماش ملفات فساد، ولكن من حقي نقول في تحليل السياسي ان هنالك من له مصلحه مهما كانت، حتى مصلحه في التموقع السياسي، مش لازم تكون في الدفاع عن نفسه لانه عنده ملف او ما عندوش ملف، وتجي وقته وتتفتح الملفات هذه، لانه احنا ماناش قضاة في نهايه المطاف. لابد انه انا عندي واجب التحفظ في النقطه هذه، لانه انا ما عنديش ملفات، ولكن نعرف ايش قاعد يتقال ونعرف الاشخاص اللي انت تفكر فيهم. تمشي لزميلك ابو بكر، تمشي لزميلك مسالش القمودي وتاخذ من عنده الملفات لانه يتحوز بملفات فساد. انا نعرف ولكن ما تعرفهم عليش تقولي ما اعرفش. لا لا مش قلت ما نعرفش، قلت انا لا اسمح لنفسي لانه لانها تتحفظ. لا قولي راني في بلاتو تلفزيون تتحفظ. لا لا ولكن شوف انا مش قاضي انا، ولكن شوف بالنسبة لي أنا الاصطفاف السياسي اللي يهمني هو أن نقرأ المشهد بقراءة سياسية، وسلوك الناس هذوما في علاقة باختياراتهم مرتبط بمصلحة اللي يهمني أكثر أنا مصلحة البلاد ككل. وين مصلحة تونس؟ مصلحة البلاد ككل هو في اختيار من يكون الأنسب للمرحلة القادمة. أنا بالنسبة لي
انا الانسب هو انه المسار هذايا اللي بدا في 25 جويلية ما يقعش اجهاضه باي شكل من الاشكال مهما كانت المساومات. وانا مجرد اني نخاف انه يكون فما عوده الى الى الى, إلى, إلى ما قبل 25 جويلية باي شكل من الاشكال في تحالفات ممكنه في نقول ممكنه خاطر انا كي راس سلوك. علاش قلت لك التصريح هذا كان يخوفني وقت نلقى انا مرشح يهبط بيان هو مرشح اخر بيان مشترك الناس كلها قراته. انا نقول شنو العلاقه بين على يا نتحدث على زهير المغزاوي و يسمي على سبيك انت هارب. لا لا الناس تفهم يا ياسي لا ما تفهمش انا اخويا سامحني فما ناس تتبع فينا دقيقه دقيقه فما ناس تتبع فينا ماهوش متضلعين سياسيا ما يفهموش بالهمس واللمس صحيح ولا يا لا لا مش هم ما كنت تعلم الاجتماع صحيح ولا بالهمس ولا باللمس شوف 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 انا بطبيعتي بطبعي ممكن تسمعني نتكلم شوف بطبيعتي ما نهتمش بالجزئي الهملي هو الكلي. انا نحل السياسه بالمفاهيم وبالافكار ماهيش اشخاص عندي انا الاشخاص تعني ليش ياسر اللي يهمني هو هذه الحركه اللي قاعدين نشوف فيها احنا شو الهدف منها. وقت اللي انا نحط قدامي ثلاثه مرشحين مهما كانت اسماء اللي يهمني هو التوجهات نتاعهم هما في علاقه باحداثيات ومبادئ انا حطيتها انا بالنسبه لي. وقت اللي نلقى مثلا مرشح يجي يصطف او يخرج حتى بيان يخرج بيان مشترك معناه فما علاقه بين الناس تخرج في بيان مشترك علاش معناه شنو العلاقه نتاعك بيه انت في الكيجي نتاعك كارتي جنرال نتاع حملتك كلها في الكيجي نتاعه شنو العلاقه بيناتكم معناه تخرجوا في بيان مشترك معناه انا نسال. وهذا ربما اللي استفز انا نرجع من الاول جديد ربما في علاقه باحمد سعيداني اللي استفز احمد وشوف حتى التاريخ اللي استفز احمد اكثر حاجه استفزته هو صدور ذلك البيان اللي المشترك بين زهير المغزاوي و انا انا مش نقول انا سامحني خلينا نكمل في علاقه بالفساد راهو كي ما نذكرش الاسماء مش خايف منها من العباد هذه انا بالعكس ولكن انا قاعد نقول اللي اليوم اللي يهم الشعب التونسي هو الخيارات هذه علاش تتبنى. انت اذا كان جيت لقيت انسان يطرح في نفسك قال معناه نسمعوا فيه هذا كل مره من صانعي 25 جويلية هو يعتبر نفسه زهير المغزاوي من صانعي 25 جويلية. اي خاطر كان ديما في شارع بورقيبه ومع انصار قيس سعيد رئيس الجمهوريه. لا هو مسال ما يصور معبي سامحني انا نقول لك حاجه اكثر من هكا انه هو شارك في حمله الاستفتاء شارك في الحمله انت الاستفتاء في الشارع مع الناس عدد صور هو عندي انا تصريح معناتها متلفز يقول مكان حركة النهضة وقيادية سجن. فلا. وفي نفس الوقت من بعد نلقاه معناه يقول الدستور هذا غير كذا إلى آخره. أنا كإنسان نفكر في السياسة بالنسبة لي فهمت من حقه ينقد المسألة دي ولكن أنه يقع الانقلاب كليا على المنجزات نتاع ما بعد 25 جويلية فهذا يخوفني أنا ويخليني ربما أنا نفسي فهمتني ونتفهم سلوك مثلا معناها خاصة أحمد لأنه في البداية مشى وبعد رجع دونك الأخرين من الأول ناخذين موقف ولكن الذهاب نحوه وبعد لأنه التطورات في علاقة بموقف وإلا الحملة اللي قاعد يعمل فيها قيس سعيد والتصريحات اللي قاعد يقوم بها فما ناس قاعدة تشوف فيها وقاعدة تسمع تنجم جملة تغير موقف متاع شخص وهذه فضلا على توجه كامل انت تغير معناه الاتجاه كنت ماشي في الاتجاه هذا تلقى روحك ماشي في الاتجاه الاخر. ولذلك انا في اعتقادي انه معناه لابد من الوضوح ولابد من انه خاصه كي يبدا مرشح نتاع رئاسي ما نجمش انا نلقى شخص نراهن عليه على خطاب معين ومن غدوه نلقاه يصرح ولا يمشي في اتجاه اخر. يا واضح يعطيك الصحة نرجع لك انت بس الترجمان يظهر لي الموقف نتاع سي عبد السلام بو عايشة عضو المكتب السياسي لحركة الشعب وسفير هذا ودبلوماسي سابق معتها كانت فيه كلام أخطر وأكثر جرأة وفيه حاجات على الحركة نتاعهم ربما واضحة تجاه مقام به زهير المغزاوي. يعني انا بحكم معرفتي الشخصيه بعديد الاصدقاء في حركه الشعب والى اخره فما يعني حاجات الناس الكل تعرفها. اولا انه الحركه صار فيها انشقاق في 2013 وقت اللي تم الذهاب في 2011 التيار الشعبي وقت الشهيد محمد الابراهيمي حب يمشي باتجاه التحالف مع الجبهه الشعبيه لان حركه الشعب في الاونه هذيك كانت تميل اكثر الى التحالف مع حركه النهضه
ونذكره تماما يعني موقف السيد سالم الأبيض اللي كان وزير التربية واللي رفض حتى بعد اغتيال الشهيد محمد إبراهيم رفض الاستقالة من الوزارة، وقعد النزاع الداخلي في صفوف يعني الحركة تحاول أن كما نقولوا أنا ذي الكلمة أكثر كلمة نكرهها في تونس هي ما يسموها بالتموقع، إيه تحاول تتموقع قريبة من الأطراف اللي موجودة في الحكم اللي كانت حركة النهضة ونداء تونس وإلى آخرها، فيما بعد تحاول أن تكون على تمايز معهم. بعد 25 جويلية يعني حركة الشعب ألقت يعني كما نقولوا بثقلها كاملا في استثناء أطراف فيها كانت غير موافقة، وأنا هذا كلام نعرفه علنا على دعم مسار 25 جويلية ومساندته. هم اعتقدوا أن دعم المسار سيجعلهم شركاء في صناعة القرار والحكم. أنا أقولها حاجة بسيطة برش، من اتخذ قرار 25 جويلية هو شخص واحد كان سيدفع الثمن وحيدا لو فشل ما اتخذه من قرار 25 جويلية. 25 ثانيا كان نرجع لابن أبي ضياف في حكاياته الحلوة وقت اللي يحكي على أحد الحكام في القروان وقت اللي حط قال له الحكم عقيم لا يلد، لم يكن هنالك شريك لقيس سعيد في اتخاذ القرار نهار 25 جويلية إلا الشعب التونسي. الناس اللي هبطت نهار 25 هم الناس ما يعرفهم حد، ولاد شعب هبطوا في تونسر وهبطوا في القروان وهبطوا في الشوارع، هذوما ما هماش أطراف سياسية بس تكون الحكاية واضحة. وبالتالي كما شوفوا محمد عبو ساند مسار 25 على أمل أن يكون هنالك حضور له في القسمة السياسية في تقاسم الكعكة السياسية. ما فهموش أنه قيس سعيد ما عندهش كعكة، ما عندهش كعكة سياسية باش يقسمها مع الآخرين. حركة النهضة رشد الغنوش كان يعتقد أنه أن وهذا كان تقييمهم في حركة النهضة أنا قيس سعيد شخص ليس له حضور شعبي، هو أنفينومان ظاهرة أثارت اهتمام الشعب التونسي، سيتم بسهولة السيطرة عليه، سيكون خاضعا لهم وبالتالي سيكون قابلا بتنفيذ بحكم ما يتوهمونه من قوة وأنهم قادرين وأنهم سيحكمون مجلس النواب. وبالتالي يعني أنا قلتها هوني أنه رشد الغنوشي كان يتوهم وهذا يعني أنه سيكون الحاكم الفعلي بأمره وأن قيس سعيد سيكون شخص أنا سمحني راني ديما نرزعك للسؤال اللي سألتك عليه وهربت بيا ما جاوبتنيش في العمق السؤال. أنا قلت لك سي عبد السلام أبو عايشة اللي هو قال معتها حركة الشعب لم تحسن قراءة المرحلة لحظة الانتخابات الرئاسة وتسرعت في الترشح لمنافسة قيس سعيد فسقطت في ذات المصير الذي آلت إليه العديد من الأحزاب. مع تكلمه هنا واضح السيد، هوني كلمه واضح. أنا نقول على خاطر أولا أنه يترشح السيد يعني زهير المغزاوي هذاك حقه، يلزمنا زاد نفهم حاجة وأنا نتفق مع معز فيها أنه أن تكون انتخابات لشخص واحد أمر مرفوض، كان من حق كل مواطن تنطبق ولم يقم بارتكاب مخالفات او بارتكاب اخطاء في 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 في, في يعني في تقديم التسكيات وفي العمل الانتخابي من حقه ان يترشح. يبقى السؤال المهم، انه على اي برنامج سياسي، هل انت ستعود الى 24.5 ولا 24؟ يعني مثلا عياشي زمان يعد الشعب التونسي بانه سيعيدهم الى زمن جنه 24 ما قبل 24 جويلية. زهير كان يحكي على 24.5. انا نتصور انه هون التساؤل المهم انه لنتحدث عن برامج سياسيه، انتم ماذا تريدون من ان تقدموا للشعب التونسي بعيدا عن المحاصصه السياسيه؟ اي دكتور بالعيد مقبل ابو دكتور بالعيد هكا يعمل هكا براسه، مش عاجبه 24 تفضل. لا 24 ل 25 شكون قال لك اللي نجم فاش كان رئيس الجمهوريه لا يؤيد 25 جويلية بقدر ما انه يؤيد 25 جويلية برؤيه جديد. اذا كان تخلي السيد رئيس الجمهوريه في الولايه الثانيه ما تنساوش رانا في حمله انتخابيه وثم ثلاثه مترشحين، نتحدث نقولوا ماذا بينا يكونوا اكثر الناس تشارك في الانتخابات
ولكن كي نجيو نقدموا ندوا نحلوا بنقاط ضعف 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 بعد نختموها في الاخر نقولوا لا راه ثلاثه مترشحين. لازم نقول ما ننساوش راهو عندنا واجب اخلاقي علمي موضوعي قدام الناس الكل. ثم ثلاثه مترشحين، ثم سي زمان في الوضعيه اللي هو فيها، ثم سي المغزاوي، وانا نحب نقول لك حاجه اخرى، ثم سيد رئيس الجمهوريه. وانا كسوسيولوج تونسي نجوب شوارع تونس وبرشا بلايص، الحملة الانتخابية برأيي أنا ضعيفة وضعيفة جدا للأطراف الثلاثة، للمترشحين الثلاثة. ثم ديزافيش سيد النائب، ثم بلايس خاصتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فكانت صورة سيد رئيس الجمهورية والبيان نتاع زوز بلايس أخرين فارغي، حملات انتخابية أخرى حتى للسيد رئيس الجمهورية. وهنا دعوة لي أنه يعاود يراجع القائمين على الحملات الانتخابية نتاع، لأنه ثم بعض الأخطاء التواصلية سي باسل ما ينجمش يتحمل. لا 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 باش نقولك باش نجاوبك. قلت له خاطر تفضل. لا 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 انا نمثل لا 24 لا 25 مثل حتى 27 شكون ملعب سيرش يا سي باسل وسع بالك. ما قلت شيء. انا كنت انا كنحلل وسائل التواصل الاجتماعي ونشوف ناس طابت لي اسواق اسبوعيه وبساعات ساعات بخطاب يعني ضعيف وضعيف جدا باشخاص متسلقين. وانا اقول لها المره فاتت لما حضر شخص زميلنا اخونا اللي حكى على تحالف الاحرار، ثم ناس الحقوا سيد النائب، ثم اشخاص الحقوا ضررا بمسار 25 جويل. 25 جويليا جاء كفكره رئيسيه، هناك العديد من الهينات والاخطاء والفساد تتصور بالك كل موجود، ولكن كي تبني عليه انت تبني عليه باش تصلح. 25 جويليا في بعد 6 اكتوبر بعد 7 اكتوبر اذا كان فاز بولايه ثانيه المنطقي ما يلزمش يكون 25 جويليا واحد، لازم يكون 25 جويليا اثنين. هكا ولا سي معز؟ لازم اصلاح حقيقي، لازم مشاريع صحيحه، لازم رؤيه صحيحه. مش انسان جايب مالو خلع يولي وزير يولي والي، مش انسان ركب على بهيم وهز تصويره يولي واحد يولي معتمد ولا والي. مش انسان يستغل الاطفال في حمله انتخابيه يولي مسؤول، لانه هذا ممنوع. وعلى الهيئه العليا المستقله للانتخابات انا اتنبه، وعلى السيد رئيس الجمهوريه باعتباره رئيس جمهوريه وباعتباره مترشح ان يقول لهم ستوب حبسوا جي با بوزوان، مانيش في حاجه لذلك. هنا لازم نفهموا احنا مليح، هذا خطاب علمي متعاقل. ثم ناس زهير المغزاوي والاشخاص الذين كانوا ينتمون لحركه الشعب، عندنا عندنا الاصدقاء منهم. ايش بيك تكلم تو؟ خلينا نكون واضحين، اش بيك تكلم تو؟ والسيد النائب المحترم الكرطوش هذا كان خرج طلعش ترجع وتتحمل مسؤوليتك لانك نائب والشعب صوت لك، وكان بامكان انا كان جيت في بلاصته مستشار نتاعو ما نعملوش الخطاب لو ندسكوك. علاش؟ لاني سامحني اخطات. وهنا علاش قلت انا معك برشا مرات يا توانسه تتفرجوا فينا، الصبوع نتاعك راهو مش صبوع في الحبار، راهو مسؤوليه. ما تجيش تصوت بعيد على عبد الله تقول والله انا غلطت. لا لا ما عجبنيش الخطاب نتاعو، لا بمعنى لازم ترد بالك مليح. طعم السيد معز السيد المغزاوي عندما يقول لك مسار 25 جويليا ونصلح فيه، يلعب على الخزان ثاني نتاع المسار نتاع الناس مش راضيه على المسار، خلينا نزيد نعطيك، ويلعب على المسار نتاع 24 جويليا. باش تكون ذكاء سياسي. هاني مجرد منها ثلاثة، مجرد منها ثلاثة، هذا اختياري كي ندخل الخلوة وحدي، نعرف أنا وضميري شكون باش نحط، أما لا أؤثر على الرأي العام بقدر ما أني أنصحه. صوتك أمانة، ما تزكيش واحد سيد النائب وبعد تنجم تسحبها. واضح دكتور بالعيد. تنجم تسحبها صح ولا؟ منطقيا يجب أن تكون مسؤول. ودعوة للسيد النواب فقط ملاحظة برك، ركب نواب الشعب، راهو كلمة تقولها ولا تدوينة تهبطها وإلا ورقة تصحح فيها راي مسؤولي، لا يمكن تسحبها بعد. واضح به. نجيك اللي كنت معز يظهر لي معناتها عندك ما تلاحظ في الموضوع هذا، وفرد وقت علق لي على ادراج منظر الزنيدي في التفتيش وتهمه خطيره تامر على امن الدوله، ايضا حكم ثاني للعياشي زمال بالسجن 6 أشهر، وتتتالى القضايا وتقريبا 45 قضيه ما زالوا معناتها في المحاكم طور التحقيق والبحث. تفاعلا مع ما ذكره الدكتور بالعيد خاصة فيما يتعلق بزهير المغزاوي مثلا، أنا لاحظت وأنا أراقب حملته الانتخابية، يدير حملة انتخابية بطريقة كلاسيكية جدا، يتجول بين الأسواق وبين المدن. ثم شكون يقول لك كان في حملة للقيس سعيد وين يمشي على طول قيس سعيد كبيرا؟ علاش؟ لأنه لم يدرك جيدا أن هذه الانتخابات تختلف عن الانتخابات السابقة.
يدير الانتخابات بطريقة قديمة كلاسيكية تعود إلى 30 عام. المسألة تبدلت، كان بالإمكان أنه يقدم بعض الخطابات السريعة عبر الفيسبوك وتيك توك، كان يصل بسرعة إلى الناس أفضل جدا من أن يتنابز مع الناس. هنالك لاكروشاج وقع مع الناس الذين عرضوه وأعلنوا أنهم يستندون قيس سعيد. في الجهة الأخرى في الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد، للمترشح قيس سعيد، هنالك هنات ونقائص كبيرة جدا تدل على أنه لم يكن جاهزا لإجراء حملة انتخابية. وذلك عشان أقول لك أنا لا يوجد أي طعم ولا لون ولا رائحة للحملة الانتخابية لسنة 2024. يوجد برود، يوجد عزوف كذلك يقولوه، ويوجد عجز عن الوصول إلى الناس. فما بعض الأسماء، لا هنالك بعض الوجوه التي تسيء جدا، أساءت جدا وهي تتقلد مسؤوليات مع الرئيس قيس سعيد، أساءت إليه، ثم ما زالت تريد أن تتصدر. هنالك بعض الولايات وبعض الوزراء الذين عينهم وأعفاهم، ما نحبش نذكر الأسماء، وهم يتجولون بين الأسواق يثيرون السخرية لدى الناس. وهذا نقول الكلام هذا نتوجه به الرئيس قيس سعيد، القائمون على حملتك الانتخابية لا أنا فهمك وعايزة مش حكي على مسؤوليتي. انت لا مسالس، انا مسجاوبك. انت تقصد في ولي بن عروس مثلا؟ مش كان ولي بن عروس، لا سمحني. ولي زغوان وبعض الوزراء الذين اعفاهم الرئيس. خليني نسال ما رايك كيف فيزك؟ ونقول لك معناتها فما الاف الناس تحب ولي بن عروس. ولي بن عروس واقولها وين انا كشخص اعرفه، ادخل بطال خرج بطال، ادخل بلا رصيد بنكي وخرج بلا رصيد بنكي، كيري وخرج كيري البوزيد، حمل مسؤولية. لست مطالبا بالتبرير، ولا بالتبرير. خليني نقول سوف نلتزم الحياد. أنا أعتبر أن فترة أن تعيين بعض الأسماء في بعض الوزارات الحساسة في الدولة، خوان قولوا لك ماذايا، وفي بعض الوزارات أساءت جدا لتلك السنوات الثلاث. وذلك عشان يقولوا يجب أن ينظر أن يستفيد قيس سعيد من تجربته هذه السنوات السابقة. لم تكن كلها جميلة ولم تكن فيها نجاحات مطلقة، هنالك خيبات وهنالك عثرات، وهو يعترف بهذا. خليني أقول لك وهو يعترف بذلك. لذلك أجرى تغيير حكومي قبل الانتخابات، وأجرى تغيير في سلك الولايات قبل الانتخابات، والمهم البناء عما تهدم. دقيقة تفضل سيد النائب، خنوزعوا الكلمة، خنوزعوا، لا سمح، نوزعوا الكلمة الناس كل، تفضل. بكل بساطة قراءة للحملات الانتخابية ولما يحدث اليوم في تونس، خاصة في جهات إلى آخره مع المرشحين، ننساو حاجة مهمة جدا، أنه فما تنظم هرمي في علاقة بالأحزاب. وإذا الأحزاب إدارة الحملة الانتخابية نتاعها ما تنجمش تتم بنفس الطريقة نتاع شخص اختار أنه ما يمشيش مع البناء الهرمي، مع التنظم الأفقي. قيس سعيد ما عندوش حزب وهو يرفض فكرة الأجسام الوسيدة. إذن إدارة الحملة الانتخابية احنا نعرفه، احنا نعيشه في أحزاب وفي وخذنا تجارب في جبهات، باش تختار أصلاً الإدارة متاع الحملة الانتخابية تنجم تقوم حرب في وسط حزب، في حزب شكون المدير وشكون الكذا وشكون مش نعطيه مسؤولية على مستوى وطني وعلى مستوى جهوي، صحيح ولا باي؟ وقت تبدا انت عندك التنظم الهرمي، انتوا تحكيوا في حاجه صحيح، جست اقول لك انتوا تحكيوا في حاجه هي مش موجوده اصلا. لا موجود، شوف لا يا سيد النائب، جست نفهمك حاجه بربي، خليك كمل تنعطيك، خليك على خاطر قاعدين خليك خارج المعنى، خليك سعيد لم يقم بحمله انتخابيه، خليك كمل فكرك، خليك كمل شوف، خليك كمل فكرك. تفضل يا سي، بس كان خليتني نكمل، راني وصلت لل، لا خاطر حمله ما فماش حمله انتخابيه، الانتخابات فما حمله انتخابيه، ما فماش حمله انتخابيه. يا فما فرق بين تنظم، سامحني، فما تنظيم عربي عنده اصلا، تعرفوا في الاحزاب يبدا فما من بين المكاتب اللي تلقاها في في في, في الحزب هذاك، فما مكتب مسؤول على التعبئه والتحريض وعلى المسائل الانتخابيه، هذاك مكلف بالمساله هذيك، ويكون عنده وجود على المستوى الوطني. وقت اللي تصير انتخابات بلديه ولا كذا، تلقى الخلايا هذيا حاضره في على مستوى وطني، شبكه كامله. فما ناس اليوم، فما ظاهره جديده سي باسل، وانا راهو معاك في النتيجه اللي وصلت لها، فما ظاهره جديده هو كونه الخيار اللي اختاره قيس سعيد، في كونه الشعب هو اللي باش يعمل الحملة الانتخابية وحده. ما فماش حملة انتخابية. نرجع مرة أخرى لنفس المعبوكة. كلمة حملة انتخابية مش موجودة. خلي كمل. سمعني، فما فلاير باش يتوزع
وفما صور باش تعلق الحيوط وفما موجود هنا فما سامحني وفما مكلفين بالاتصال موجودين في كل الولايات وهبطت اسمائهم وتتعامل مع الناس وانا شاركت في الحمله الانتخابيه تاع قيس سعيد وخرجنا للشارع وخرجنا بصور كذا نتاع لحظه هذه حمله انتخابيه ما تنجمش تنكر حاجه ما هياش يا شوف صحيح. النجاح من عدمه موضوع اخر مش نحكيش النجاح من عدمه نحكي انا في الاصل اسمع خلي كمل خلي كمل الفكره في دقيقه في نفس خلي كمل خلي كمل الناس في فماش حمله انتخابيه تفضل تفضل تكلم فماش حمله خلي باش نرجع اولا ليس هنالك الحمله الانتخابيه تقضي ان يكون هنالك تنافس ما بين الجماعة في 2019 كثير الكلام هذا يعني ما ثماش تنافس خليني نكمل يا سيد خليني نكمل هو عنده ساعه تحكي وخليني نحكي خمس دقائق لا ارجع نشوف كيفاش هاني باش نقول لك الحاجه الاولى انه في 2019 رئيس قيس سعيد والمجموعه اللي معاه عملت حمله تفسيريه وكان عندها مقر في ريدروم وبالتالي اليوم مره اخرى ليس هنالك في رؤية في الرؤية العامة كل حر كل واحد يحب يعمل حملة انتخابية ونفس على الانتخابات هذا حقه ليس هنالك إشكال معه بالنسبة للأستاذ قيس سعيد والمجموعة التي تعمل هنالك حملة تفسيرية من أجل استكمال مشروع 25 جويليا وليس هنالك حملة انتخابية وسجلوا الكلام هذا وانا اتحمل مسؤوليته خليني نكمل خليني نكمل يا جماعة هذه ايضا الأشخاص الذين شاركوا في الحملة واضح اللي هم أسماءهم نزلت في قائمة كمنسقين في المناطق كان واضح كل واحد كما تونس العاصمة كما أريانا كما بن عروس وإلى آخره كل واحد منهم كان فما ثلاثة حاجات أساسية في الموضوع هذايا الحاجة الأولى وهذه الحملة اللي تشرف الناس الكل انه لا يوجد فيها فرانك تخل من برا باه واضح تفضل معاش قاطع تفضل هاني باش نجيك دكتور باش نجيك خلي كمل كلمة شوف انا بالنسبة لي انا فما حملة انتخابية وفما مرشحين يتنافسوا وفق الضوابط اللي يحددها قانون الانتخابي اليوم شنو الحاجه الغريبه في الوضع اللي احنا نعيشه فيه في تونس نعاود من الجديد خاطر باش نوصل نفس الاستنتاج ولكن بالنسبه لي انا مش بالطريقه هذه هو كونه ما فماش ما نسميه بالاداره نتاع الحمله الانتخابيه بالنسبه لمرشح بعينه بالشكل التقليدي قيس سعيد يرفض ذلك ولذلك حتى المنسقين انفسهم وانا نتحمس للكلام هذا وفما تسجيلات وتصريحات صارت في علاقه بالموضوع هذا من طرف المسؤولين على الحمله هذه انه ليس هناك منسقين اصلا ريت الاسامي الموجوده هذيك مكلفه بالاتصال علاش خاطر وقت اللي انت باش تعمل نشاط والانشطه هذه قاعده تتصب يلزمك ممثل يصح فيزافي عند ليزي هكا ولا واضح دونك الشخص هذا اللي تحط اسمه مش معناه عنده سلطه على المجلس هو مجرد مكلف بالاتصال باه هذه نقطه الاولى اثنين وقت اللي نلقاهم انا موجودين على مستوى الولايه الكل انا باش نقول لك حاجه الانشطه يوميا في كل مثلا ناخذ بنزرت على مسؤوليتي نقول لك كلمات يوميا الانشطه اليوم الصباح برك انا كنت في السوق نتاع الزبد دونك والانشطه هذه مرتبطه بما هو موجود في الكلاسيكيات نتاع الحمله الانتخابيه فما فلاير باش يتوزع فما صور تتعلق فما مواطنين يخرجوا للشارع ويقولوا صوتوا لفلان هذه الانتخابات لكن لانه قيس سعيد ما عندوش ما يمنش بفكره الاسامي الوسيطه وهذا كلنا نعرفوه ما فماش حزب ما فماش ناس مسؤولين وذاك علاش انا نعطيك معلومه اخرى انت تلقى في نفس سامحني محمد خاطر مهمه النقطه تلقى في نفس البلاصه في نفس المعتمدين ثلاثه مثلا تراكور كيفاش نقول معنا ثلاثه اجسام سياسيه ولا مجموعات كل واحد يعمل في الحمله لنفس المرشح وهو ما هوش مع بعض به واضح دكتور بالعين ثم بعض المسائل غامضه بصراحه تامه يعني كي تحكي على حمله تفسيريه سي باسل وان شاء الله يعني احنا يعني نتحدثوا باش الراي العام يفهم القانون الانتخابي ما يحكيش على حمله تفسيريه يحكي على حمله انتخابيه حتى في 2019 يحكي على حمله انتخابيه لحظه حتى وما صارتش
خليه يتكلم خليه يتكلم. لا لا راه نجم نجاوبك انا بنفس الطريقه نجم نجاوبك بها. لا 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 الكلام تقول فيه غلط ومردود عليك وانا نجاوبك وارجع القانون الانتخابي يتحدث عن حمله انتخابيه وعن ممثلين الاحزاب او المترشحين في كل بلاصه باش كل نشاط يقوم به يلزم يعلم الهيئه تاع الانتخابات وفي حاله ارتكاب الاخطاء من يتحمل المسؤوليه. سامحني يتحملها من قبل المنصب. لا 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 يتحمل المرشح. لا لا إذا كان حزبا مترشحا بقائمة يتحمل الحزب أي. وإذا كان شخصا مترشحا باسمه الفردي كما سي زمان ولا سي المغزاوي ولا سيد قيس سعيد كمترشح للرئاسة لما تصير بعض الأخطاء والتجاوزات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقول له يا سي المغزاوي يا سي قيس سعيد راك أخطأت في هذا المجال راهو عندنا ضوابط تنظيمية يسمك تعلمها راهو عندك المنسق نتاعك نتاع عوزجة راهو ما علمناش بالنشاط راهو ما فهمناش به دونك هنا ثم تنظيم ثم احترام قانون كي نتكلموا للرأي العام بهذا الشكل اللي كاني ثم لا نرشي كاني ثم فوضى بأن السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد باعتباره رئيس وباعتباره مترشح لا منش بالحملة الانتخابية وكل واحد يفلك واحد لحظة لا لا أنا كي تكلمت على تصاور وتكلمت على مشاهد شفتها وتكلمت على أشياء خذيتها من المواقع التواصل الاجتماعي مأخوذة ببراءة ما ناس عفويين ناس طيبين ناس سمحين يحبوا عندهم آمنوا بحاجة نحترموا آرائهم أما لما في مدرسة ابتدائية يتعلقوا تصويرة متاع السيد رئيس الجمهورية كمترشح ويجوا زوز معلمين ولا يقولوا معلمين ما نعرفش أنا أقول يعني مستهلي أطفال صغار وتصورها موجودة يسامحني في هذه المسألة لما نحن نقول للسيد رئيس الجمهورية أنت تبدأ الصورة مفبركة يبدأ الصورة مفبركة لهبطها يتحمل مسؤوليته وعلى الهيئه تاخذ الاجراءات القانونيه لان عندها سلطه على رقابه انا كيف البلاتون تاعك عندها الحق تجي تبعث لك سي محمد وتقول لك مثلا البلاتون تاعك متوازن مش متوازن خلينا نكون متوازنين خلينا نكون متوازنين مالا انا طرحت السؤال تفسيري نقول انت ليست حمله انتخابيه عاود نكررها لك للمره الاولى العظمه الراي الجاز قبل خلفوته قيس سعيد لم يقم بحمله انتخابيه في 2019 ولم يقم بحمله انتخابيه في 2019 الجمهورية قام بحملة انتخابية قام في بحملة تفسيرية لا إذا سمح لخذ التمويل العمومي لا 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 لا, 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 لا شوف ثم فرق حملة انتخابية سيد رئيس الجمهورية ارتأى خطة جديدة اسمها حملة تفسيرية وليست انتخابية سيبون خلينا نقص الموضوع هذيك خلي الحكم للمشاهدين السؤال سألتوا المعزق بليكم ما جاوبش الحكم على منظر الزنيدي أو إدراجه بالتفتيش ايضا حكم جديد على الزمال ما جاوبتنيش الزمال في السجن حمله انتخابيه اونكور شكون يتحمل مسؤوليه الحمله نتاعو كيفاش صايره الباجيت معناتها حتى اللي هي تنشط بطريقه غير قانونيه وتشوه وتسب وكذا ترفع في صور الزمال اليوم يتحمل مسؤوليته هو شكون انا قلنا منذ البدايات في حصص سابقه ان إحالة الزمال بحالة إيقاف الآن وتنفيذ بعض القرارات القضائية في شأنه البطاقات القضائية ربما يسيء لهذه الانتخابات حتى وإن كان هو مخطئ حتى وإن اقترف هو أخطاء تتطلب معاقبته جزائيا لأن الصورة الآن الموجودة في الخارج أن سي زمال أصبح شخصا ضحية هذا ما يقال الخصوم السياسيين لقيس سعيد والنظام القائم يقول لك الآن الزمال تعرض إلى عملية تنكيل سياسي ما يقول لك سرعه أخطاء انتخابية بالنسبة إلى القضية الجديدة المرفوعة ضد زنيدي منظر زنيدي بطبيعة الحال هذا إجراء قضائي لا نعلم تفاصيل الملف والملف يتعلق بالتآمر حتى على أمن الدولة والمعلومات التي قدمها الناطق باسم المحكمة مقتضبة جدا لا يمكن أن نعلق عليها ولا يمكن أن نصدر عليها أي تعليقات إلا بعد التأكد من تفاصيلها وبعد خوض المراحل التحقيقية الضرورية اللي يقولوه أنه مرحلة الزمال أنا أعتقد أن الرئيس قيس سعيد يسير بسرعة كبرى إلى تجديد ولاية ثانية أن منافسه سي المغزاوي أرى هكذا أن حظوظه تتراجع بقوة كبيرة وبالنسبة للزمال من كان يراهن عليه ربما الوضعية القضائية وأنا كنت أعتقد لو كان جاء في الخارج لما وجد هذه الشعبية ولما ذكر اسمه يعني قدمت إليه خدمة إشهارية كبرى ربما البعض ما كان له أن يسمع بالزمان لولا هذا الخطأ نجيك اللي كنت سي يوسف طرشون نحكي على الزمال في السجن عنده قضايا تتتالى أحكام سجنية تتتالى وصفحات تنستلونج وغيرها معتها تقدموا كذا حية وفما
النهضة وأتباعها وجبهة الخلاص، ولا عندهم المناضل رقم واحد هو العياشي زمال، وفما شكون يقول لك اليوم الأطراف هذه كل تصطف وراه، وهو منافس بارز لقيس سعيد وربما يجد نفسه رئيس وهو في سجن المرناقي. شوف خويا محمد، نحن لا نتمنى لأي مواطن تونسي أن يكون في السجن، ولكن احنا نعيش في دولة، والدولة هذه هي دولة القانون والمؤسسات، وعندما يتعلق الأمر بتحقيق قضائي في مسألة تتعلق بالانتخابات، لأنه الأمر يتعلق بمسألة التزكيات ومسألة ما نجموش معناها انجوج با، معناها مش مساله احنا شنو الحكم اللي باش نصدروه ولا شنو موقفنا، ما نجموش يكون عندنا موقف، اما ان نطبقوا القانون او ما نطبقوش القانون، مش مساله تعاطف نتعاطف معاه برا نخليوه لبرا برا مش عارف كذا نخرجوه، ولا على خاطر انا باش نخاف على الصوره نتا كذا. احنا بالنسبه لي الصوره اللي لازمها تخرج على بلادي هي كونه فما قانون يحكم البلاد هذه، وهذا القانون يطبق على الجميع على قدم المساواة، اسمه مرشح رئاسة اسمه مش عارف كذا ما عاش يهمني في الصفة متاعه، وهذا احنا تعرضنا له، وانا ترشحت في الانتخابات وتعاملت لنا مخالفات وتعاملت لنا كذا، ومشينا وقفنا قدام القضاء ومعنا سوينا الوضعيات متاعنا بالقانون واخضعنا القانون هذا، وكان ينجم البعض احنا نتوه، انا في لجنة النظام الداخلي الى الان انا نشرف على بطبيعة في لجنة النظام الداخلي، دونك ملفات الحصانة كل جيل اللي نحن مقرر لجنة النظام الداخلي، ملفات هذه كلها اغلبها سي محمد مرتبطة، بنقول لك انا 99% كلها مرتبطة بالجرائم او بالمخالفات الانتخابية كلها. على فكرة قديش جيكم من مطلب لرفع الحصانة على النواب؟ فما 7 المرة الاولانية وبعد جاونا 14 اللي اطلعنا عليهم، ولكن مازالت فما ملفات اخرى باش تجي، لكن نجم نتحدث تو انا معناتها فما 21 نائب طلبوا رفع الحصانة عليهم. بيان سور فما 3 الاولانيين 7 الاولانيين، فما واحد هذاك جاء وحده الملف نتاعو واللي رفعنا عليه الحصانة اللي هو سامي عبد العالي، تذكروه الكل المشكلة نتاع النائب على ايطاليا، وعندنا 7 نواب اخرين زاد ما ترفعتش عليهم الحصانة، رغم اللي فيهم واحد وهو الوحيد اللي معناها طلب رفع الحصانة، واضح مش لازم نذكر اسمه لانه مش من حقي هذا باعتبار انه اللجنة دي أشغالها سرية، هي اللجنة الوحيدة اللي أشغالها تكون سرية، ولكن الأرقام هذه نجم نتحدث عليها، وفما 14 ملف معناها اون توتال اللي معناها وردت علينا وإحنا مازلنا نداولوا فيها. شنو نحب نقول أنا هنا سي محمد، علاش جبت الموضوع نتاع الحصانة؟ باش نقول أنه النواب الآن مازالوا تحت طائلة القانون، إذا المرشح شنو المشكل نكون معناها تحت طائلة القانون؟ احنا نمنو بالقانون، اذا كان زاد اذا كان باش نلغيو القانون، وثم النواب هذوما راهو القضايا هذه الكل بالمناسبه اخويا محمد الكل تتعلق بجانب، مثلا نعطيك مثال والله مضحك، معناها تخيل انت واحد ثم شخص لصق له تصويره في المقهى نتاعو فهمني، لانه يحبه لانه يتعاطف معاه، جاءوا عاينوا الورق الصوره هذيك وشكاوا بيه لانه علقها في غير مكان، تبع فيه القضيه هذه لتو. لكن بالطبيعه احنا نحترموا القانون، لان وقت اللي باش يقف قدام القاضي باش يقول له هذا نائب وعنده كذا حصانه، دونك ثم تكمون باش يبعثوا لنا الملف ويقولوا هذا معناه، وهذاك علاش احنا اغلب النواب ما رفعناش الحصانه عليهم، رفعنا كان مره في مره واحده، لانه بالنسبه لنا القضايا هذه ماهيش ما نجموش نرفعوا حصانه على نائب على مخالفه معناها كما قلت تويك معناها فهمتني ما ترتقيش، لانه باش نعطل عمل المجلس ونعاود من الاول جديد انتخابات نتاع الدائره هذيك الى اخره، هي على خاطر شي مخالفه معناها تتعلق انتخابيه ما عندها حتى معنى، فهذا موضوع اخر نجم من بعد نفتحوا الملف هذا. ارجع لي للزمان افكتيمون، وانا هنا نشارك خويا معز في فكره كون المشهد في عمومه ماهوش لا يليق معناها بانتخابات معناها تعطي صوره للخارج وتعطي صوره للناس في كونه معناها مناخ انتخابي سليم الى اخره، لانه مرشح في السجن وتكررت هذه مرتين تو احنا نذكره مع نبيل القروي الى اخره، ولكن انا شو نقول تطبيق القانون، اذا كان القانون يقول والتحقيقات الى اخره تقول انه الشخص هذا متورط في تزكيات تزويد تزكيات الى اخره، والهيئه العليا للانتخابات اصدرت القائمه النهائيه اللي ما تنجمش تبدلها اونكور،
وهذا علاش هي تو معناها اسمه وارد في القائمه نتاع اللي هاني باش نرجع لك من بعد يحذف الاسم نتاعو او لا يحذف اقعدوا استنوني لانه فما حاجه مهمه برشا باش نتعرضوا لها في الجزء الاخير من حلقتنا. لكن نرجع لك انت بالعيد عندك ما ترد على إيه عندي انا عندي ملاحظه للسيد النائب المحترم. يعني هذه المطالب نتاع رفع الحصانه لمسائل ومخالفات انتخابيه تعطينا نحن نقولوا ارضيه وامكانيه لبحث علمي ينجم يتخدم باش نطوروا به القانون الانتخابي. لانه قلناها برشا مرات لو كان القانون الانتخابي كان يقرا الحسابات هذوما ما يوصلش انسان حتى تصويره في قهوه، كان تنجم تعطيه خطيه، كان تنجم تاخذ اجراء معين من غير ما توصل تطلب ترفع عليه الحصانه. مساله اخرى مساله ايضا اختيرها برشا هي مساله التزكيه. احنا قلناها المره اللي فاتت حتى قبل بدايه الوقت، لما انسان تزكي على طابلو دوبور تاع كهرباء ولا تزكي على في قهوه ويصح ويخربش ويمشي على روحه باش تطرح العديد من الاشكاليات. هذه قلناها برشا مرات، نجم اليوم كانت عند سي زمان تنجم تكون عند سيد رئيس الجمهوريه، اذا كان الناس تنجم تفعلها تنجم الناس تندرس لك وتصحح لك وبعد تنجم تمشي تشكي، تنجم تكون عند سي المغزاوي، تنجم تكون عندك انت في فتره اخرى. دونك هنا بمعنى القانون الانتخابي يلزم بعد ما تتعدى هالسخانه الانتخابيه شويه الفوفعه شويه الانتخابيه يلزم بتروي بتريث بورشات في البرلمان تشاور مع المجتمع المدني مع الاعراف باش يتطور بالقدر.